براهين تبرهن على انها اقوى الحيل، اذا اسبق الحيل براهين في هذا اليوم، اقواها براهين. تهانينا لعلي بن جيم، سلامي عليك يا علي بن جيم، سلامي على براهين، سلامي على هذا الفوز. يا سلام براهين براهين براهين، تهانينا والناموس لعلي بن جيم المري على هذا الفوز. مشاهدينا الاعزاء مرحبا بكم في برنامج مع الفائزين، معي في هذه اللحظات علي بن جيم المري مالك بيان الفائزة بالشوط الاول الرئيسي عبد الله بن علي بن جهيم. صبحك الله بالخير. تستاهل الامور. صبحك الله بالنور والسرور. وش سلالة براهين؟ عفوا والله براهين اني على التعريف في رصيدها سيارتين قبل الركض هذا، وصيف كذا مره على السياره الحمد لله رب العالمين، والعام حصل عليها واكل صحيه ونعدكم بها ان شاء الله ذا الموسم. وش سلالتها؟ والله ابوها ذباحه بير خالد بن ربيع العجمي، وامها مهجنه من كيف شفت الشوط الأول اليوم؟ والله الشوط الأول قوي قوي، قام دافع الحمد لله رب العالمين، ما يروح الشوط الأول لناقص. هل توقعت فوزها اليوم بهذا الشوط؟ والله لو ماني متوقع ما قلطها في هذا الشوط الحمد لله رب العالمين، ولكن هذه كلها توافيق وارزاق أنت سبحانه. أتمنى لك التوفيق وشكرا لقبولك دعوة موقع. الله يرحم والديك محمد، الله يرحم والديك. إذا مشاهدينا الأعزاء كان معي عبد الله بن علي بن جهيم المري مالك بيان الفائزة بالشوط الأول الرئيسي. Look at this.